تشوفون هذا الكائن اللطيف؟ هواي ناس لما يشوفون هذا عبالهم هامستر، بس هذا مو هامستر، هذا اسمه خنزير غيني. بس هو مو خنزير، هو نوع من القوارض اللي صار يتربى كحيوان منزلي بيت في هواي دول. طبعا اسمه خنزير غيني لان صوته يشبه صوت الخنازير اللي منطقة غينيا. هذا الكائن اللطيف صار يربى كحيوان منزلي لان حركاته لطيفة وشكله كيوت وحتى تربيته سهلة مو مكلفة. قفص صغير ارضيته نشارة خشب وغذائه اللي عبارة عن خضروات وحبوب. والخنزير الغيني إلى أنواع، أكو ذو شعر الوردة وأكو ذو الشعر الطويل وأكو ذو الشعر القصير. وإذا شفته يعاني من أي مشكلة صحية فاستشيروا الطبيب البيطري، لأن تربية الحيوان مسؤولية.